وصلت الى باريديس، باريديس على اليسار، كوستيتش ممكن يرفع الكروس العرضيه، مويسكين لمسها يا ساده. نعم يا ساده، بحثنا عن كين وسجل الاول. 1-0 للافيك يا سينيورا. تسلل الى دانيلو، يلعبها الى دي ماريا، هذه خطيره، تسديده دي ماريا في الجول. هاتوا الحلول وهاتوا دي ماريا، هاتوا الحلول وهاتوا دي ماريا. نعم يا ساتا، اليوفي يسجل التالي، أنتم تخصمون النقاط ونحن نجمعها.